بعزل عليهم إلى يوم القيامة ما يسمهم سوى العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقدر في الأرض أمما منهم صالحون ومنهم دون ذلك وبلونا بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويأكلون سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثل يأخذوا ألم يأخذ على ميثاق الكتاب أن لا يأكلون على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تأكلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نطقنا الجبل فوقكم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفعل الآيات ولعلكم يرجعون واتلوا علم الأنباء الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض وتابع هواه فمثل كما تلك إن تحمل علي الحس أو تسير يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلكم يتفكرون ساء من القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإسلام قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا هم بيدنا بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم وهم لهم من كيد مدين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يروا في السماوات والأرض أن خلقوا من شيء يكون قد مختار فأنزلوا فمن يجعل يزن بعده وهم غافلون من يؤمن فلا هادي له وان يدعو في طغيانهم يعمهون يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجزيها لوقتها الا هو سمع في السماوات والارض عن الى بغدا يسالونك كانك حفظ عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستنصر من الخير وما مسي النسوء إن أنا إلا نذير وبشر لقوم يؤمنون والذي خلق الناس وعلم وأنزل من السماء ليسكن إليها فلما تخش حملا حملا خفيفا فمر به فلما تلد ورب لئن آتيتنا صنيعا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صنيعا جعل له شركا فيما آتاهما فتعلم عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون